السلام عليكم، كديري لاباس عليكم؟ لاباس عليكم بخير. نتمنى يا ربي تكونوا كل شيء على خير وبخير، وان شاء الله يا ربي تكونوا بصحه جيده. المهم كي تخلي هذه اول مره لا فيديو، ما ينساش انه يضغط على زر الاشتراك وزر الجرس باش يبقى يتوصل باي جديد ديالي. المهم هذا فضلا منكم وليس امان. جيت اليوم نشارك معكم الروينه اللي تبقى مارشي عرادة مشيتو ليها ولا هذا. الصراحه عرفتو شنو انا والله منع، والله ما فايقه بعد ما نجي، والله ما ناسه صورو. جيت البارح تحت كا وهادشي غا كانت المناسبه بنهار، واليوم عاوتاني صبحت ناعسه حتى لديك العشرة، ولكن نط معايا كانت اختي وليداتي مشاو ضربت واحد الشطايبه للبيج وجمعت شي حاجات، ولكن الروينه ديال الحوايج اللي حضرت بهم داكشي مازال ما جمعت حتى شي حاجه، ما درت والو. قلت هذا فيديو نشاركو معاكم الروينه اللي تبقى لنا مور العرس، وشنو غندير شنو ما غنديرش. المهم هانتوما معايا تصوروا زعما راسي انا وحق الله انا في حاجه وحده. شوف الصراحه النقيشه هذه جات خفيفه، جات زوينه احسن من هذا الشيء عامر. صراحه انا حاجه وحده اللي كنت كنخاف منها هي 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 ملي كتكون الذهب. انا ما غنديش معاه، ومثلا بغيت ندير وقولوا لي صوتي فلوس قولوا لي صوتي فلوس ماشي واش بغيتي ديري. المهم شي حاجه اللي مثلا وصلوش ليها، ما عندنا زعما ما عندنا ليها جد، راه ديما تنقولوا ما عندنا ما نديرو بها ياك ولا لا. صاحبتي قالت لي شوفي انا غنعطيك الذهب ديالي سيري حاضري بيه وداكشي. تصوروا العرس كله وانا حاضيه، العرس كله لاحظت وانا تنشوف فيديو حاضيه. المهم ملي جيت في هذيك مرحله ما جينا حتى لديك تسعود بحال هكا، غير تنخشي في هذا الساك هذا كنخشي باش ندير هانتوما تمر الكاوكاو باقي، غير تنخشي في الساك والله الا غير تنخشي في الساك. تنقول بعدا غيبقاو حاصين باش ما توضر لي حتى شي حاجه داشين باش ما يتوضر لي والو. المهم هو هذا هذا كنت معرفش خصك تنهرس ما هرستهاش. المهم جيت نهرسها غادي نشارك معاكم شنو غندير. كلشي غادي نرد ليها ذهبها في البواطا اختي ديالها كيف ما جابتو ليا. ما جابتو ليا غادي نردو لها. تصورو انا كنت كنحاول ما نشطحش بيدي وهذا باش ما يديرش ما يتضغطش ليها هذاك الشيء ديالها. نتوما عارفين اختي في حاجه طلبنا غادي نردو صافي وسلسله. هنا اختي كنت شاركت معاكم انني غادي نلبس التكشيطه ياكو، وفي العرس غتشوفوني ما لبست التكشيطه. عرفتوا علاش؟ حيت الصمته ديالها ما لقيتهاش، وصافي ملي مشينا حضرنا الحنه جات بنت عمي جات لابسه هاد القفطان جديد. يلاه لبساتو اول لبسه ولبساتو غير وقت قصير، ما لبساتوش بزاف. انا ما عنديش زعما مشكل يقولوا الناس شفنا هذاك القفطان البارح شفنا كذا، بس اليوم ما عنديش زعما هذيك الحساسيه ولا داك المشكل. صافي وعطاتو لي قالت لي واخا نعطيك تلبسي واخا كان ليها اول لبسه. صراحه زويبون غزال والله الا فن. صافي حتى هو غادي نطويه غادي نعطيه ليها حيت يلبس هاك لاج هنايا باش تديه معاها. انا راه نصور لكم هذا الفيديو، والفيديو ديال العرس باقي ما حطيتوش شفتوه زويون صراحه فن. هادو غزال واحد القطيطين زويون، وحتى اللوينات اللي اختارت فيهم انا مضروبه على الاحمر، يعني بحال هكا في المناسبات وهاد السقلي وهاد الشيء مضروبه عليه. صافي وغادي نقادو لها اختي ديالها الحزيم ديالها داكشي كلشي نصيبو ليها. تحية ليكم من الفيديو. صافي درت ليها الشروط وجولا ودرت ليها في الحزام، ودابا خصني دزنا لهذا المهم اللي ما عديتش معاه بزاف. صراحة جات المناسبة انا درت معاكم البيض وتقشرات، وقلت لي البنات لالا ويلي البيض ماشي ديال المناسبات، البيض هادي البيض هادي، واخا انا مع يدي صومال عجبني فهمتو عجبني وقلت زعما نديرو. ايوا دابا نحيدو اختي الاظافير نحيدو مساهمايا ماشي الضفار من السقام زعما غير الصباغه ومن موراها باش نقطع
اطفالي، ولكن راه ما لقيتش المقص ديال الاطفال. انا ما عنديش مع الاطفال، ما عنديش معاهم. تنبغي دائما ايديا يبقاو زعما هكا طياب، وهذا ما تسميه الزوله وسخ لا حتى شي حاجه. صراحه الاطفال كلهم غير وسخ وصافي. عاد شكون شفت الروينه ديال الصباح؟ والله الا كون شفت الروينه ديال الصباح حتى شنو تخلعوا هادشي شنو هي تخلعوا. الروينه ديال الصباح هي اللي كانت عندي الصباح شطابتو داكشي، ومع صبحو لي شويه رجليا كيضروني راسي كلشي. عرفتو زعما اش غنعاود ليكم؟ كلشي صباح هادي ضرني مع الجلسه النهار كامل. والانسان ما تيتحركش من بلاصه وحده راه صعيبه، والله الا صعيبه بزاف. وواحد الحاجه عاوتاني ملي كان انا تنمشي شوفو قلت في لا فيديو، قصد قلت واخا نديرو غير اللي بغينا زعما نعدو صديق. انا قصد زعما اللي يبغيك واللي ما يبغيك يشوفك. عرفتي علاش تنتقاد؟ هي انا هذيك مسكينه والشفقه، واخا تندير هادشي وتنطلق هاد الكلمه يعني هذيك الشفقه وما تستاهليش. وانا تنبغي اي واحد يتلقى معايا يدعي معايا، حتى واحد ما كره الدعاء، ولكن غير هذيك الكلمه فهمتوا تتبغي تقادي. تنبغي نتفادى انني ما نسمعش ديك الكلمه وصافي. هذاك الشيء باش تنتقاد. سيمو جيتي وريني شنو اللي بغيت. هي جاتنا واحد الحلوه ديال واحد الفطور سي محمد، هانتوما باش تصوروا معاك واختي كلشي قدامكم. هانتو حقه هو قال لي تختاري، شوف قال لي تختاري هادي ولا هادي، بين بغيتي هادي ولا هادي، اللي بغيتي. هذه هي كتبقى. هاك بغيتي تمشي ديال الشبان؟ لا كري لنا شوية. هذه أعطيني على هادي سيدي. شكرا بيدي أختي. هانتو قبل الحلوة قال لك عطيني أنا هادي يدوقوا ديال واحد الفطور واحد آخر، حيت كنت معروضة لواحد العرس واحد آخر. يعني هادشي كنصور لكم الحد معروض البارح في الليل السبت وما مشيتش. صافي كنبغي نمشي شي بلاصه اللي تكون قريبه، وراكم عارفين حتى الصحه على قد الحال، خاصنا من فهمتوا ما نعيقوش. تنبغي نحضر انا المناسبه ولا جوج في العام، هادشي اللي تيعجبني. ما بقاش عندي مع داك الهراج. شوفوا واحد الحاجه ملي كتمشي الصحه ما كيبقاش عندك مع داك الهراج وداك نمشي هنا ونمشي هنا وداك فهمتوا داك الطوطيح وهذا، والله ما تيبقى عندك معاه. صافي تتولي طالب غير سلاك، غير تنعس غير مزيان، تنعسي مرتاح. والله الا كتولي طالب تنعس غير مرتاح. ايوا هنايا غادي نسالي معاكم لا فيديو باش اختي رشتوني. راه لبست الجلابه هادي، راه كانت عندي شحال هادي ما خديتهاش، درت بها تبادل وسميتو، وعاد كتاب انني نلبسها. قطع الاذان، انا ما تقولوش لي راه قطعت الاذان. سي واحد حيد من الضو، لا حيد كان راه حيد من الضو سلسال. ما تقولوش لي راه قطعت الاذان، لانه هاد الاذان هادي فين ما تيسولونش حتى نقولو ديال الموزمبيق ديال سي محمد. داير واحد ديك الابليكاسيون ديال المسلم، وديما تتأذن من بعد الوقت بساعه، ديما بساعه ما عرفتش اين وقت دايري. لا المهم نتمنى يعجبكم هاد لا فيديو هذا، ونخليكم في امان الله، ونتلاقاو فيديو قادم.